السلام عليكم اولا ومرحبا بكم، كنشكركم على هذا الحضور ديالكم اللي لبيتوا لنا الطلب. احنا كنعيشوا في واحد الفوضى في هذا الحي هذا، وبالمناسبه هذا انا راه متضرر جدا من هاد السدورات. كاين السدورات وكاين الانوكس، راه داير بهم شكايه، دات بهم شكايه للسيد القائد في 2010، وتبعتها بشكايه للسيد ديال رئيس الجماعه، ورفقتها بواحد الامضاءات ديال السكان، ومن حد الساعه انا كنتسنى خرجوا باش تخرج اللجنه، كنقيل نجري ما بين الجماعه وما بين المقاطعه ديال سيدي عبد الله، وخرجوا بواحد ثقه الانفس باش خرجت اللجنه مره واحده، خرجت جوعت هذا المحل اللي على اليمين ديالي اللي هو رقم 91، فقيدوا ليه وقالوا ليه وعطوه انذار، ولكن لحد الساعه ما عاودش رجعوا، والناس اللي لقاهم سادين علموهم، الله اعلم كيفاش المشكل، تتعلموا سدوا ذاك النهار، غير ما مشات اللجنه هما حلوا فتحوا المحلات. المحل كاين عندي ثلاثه المحلات، عندي محل على اليمين ديالي هو رقم 91، وعندي جوج محلات على اليسار ديال المحل ديالي اللي هو 93، فيه حداد وفيه اينوكس. انت درتي الشكايه؟ الشكايه في 2010 2022، عطيني ديك الشكايه ديال هاد الناس هادو، كنتعرضوا لبزاف ديال 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 الحاجات اللي كتضرنا. اولا من الحداد شنو الخدمه ديالو؟ ملي كيكون يقطع الحديد كاين الصداع، كاين الليمون، واخا يكون العقل ديالك تحس به غادي يطير من بلاصتو. ثانيا الريحه، ملي كيكون السودي راه الدخان كيطلع علينا، حنا كنسدوا المحل ونسدوا البيبان وكتدخل لنا الريحه، ملي كيكون الصبغ وكتطلع علينا الريحه، راه كنعيشوا في واحد الفوضى لا يرثى لها. الخدمة مستمرة، حنا كنطالبوا الطلب اللي دات في ديال الشكايات، كنطالب من السلطات باش انهم يسدوا لنا هذا المحل اللي حنا مضرين فيهم، حنا ولادنا راه حنا ولينا في واحد الحالة يرثى لها، كلشي مرض لينا. راه وليداتنا كلهم مرضوا، البنيتة عندي راه ولات حالتها غير كتمشي ريحة كتبدا كتعطس ولات حالتها. ودابا كنطالبوا من السلطات باش يدخلوا ويشوفوا الحل ديال هاد المحلات. حنا طالبين، حنا درناهم شكايه كنطالبوا باش يسدوا باغلاق هاد المحلات. هاد المنطقه سيدي كتسمى تجزئه سيدي عبد الله، قطاع الفتح، العييده اللي تابعه للسيد القائد ديال بن العروسي. الملحقه الاداريه بالعروسي. واخا شنو رئيس المقاطعه الناس المنتخبين اللي صوتوا عليهم باش يوصلوا الصوت ديالكم؟ درنا الشكايه اللي درتها انا، درتها للوالد ديال السيد القائد، ودرت الشكايه للسيد ديال الجماعه، رئيس الجماعه. اللي حد الساعه جاوا مره واحده، قلت لك عييت من جري، يعني درت مجهود ديال باش كنمشي ما بين كنتنقل ما بين الجماعه وما بين المقاطعه. على حساب باش ياخذوا لي الحق ديالي، خرجت تعذبت واحد العذاب شديد، عاد باش خرجت اللجنه مره واحده هي اللي قلت لكم فاش جاوا قيدوا للسيد، لان حضروا للسيد رقم 91، راه تقريبا شي عام ولا هكاك باش خرجت. واخا واش انت بالنسبه لهذه المنطقه هذه، كاين ناس يعني كيشتكيو وكاين ناس اللي كارين المحلات ديالهم هنا، كيفاش رد الفعل ديالهم ملي كيشوفوك انك كتشكى مثلا؟ يعني السيد اللي كان سكروا كل المضرين، راه عندي لائحه ديال الناس اللي دفعتها لعند السيد. كاين ناس معاك اللي دفعتها؟ نعم ولكن لحد الساعه الاستجابه ما كاينش. جا قلت خرجوا مره واحده اللجنه، خرجت كنعاود نكررها، خرجت اللجنه مره واحده وعطات الانذار لهذا السيد مول 91 وما عاودش رجعوا عنده، وخذوا وعيطوا على السيد ديال الحداد اللي على اليسار ديالي، عيطوا عليه، اتصلوا به هاتفيا الناس اللي كانوا مع السلطه باش يجي يحضر، ما بغاش يحضر، المهم سدوا، جاتهم الاخبار بان تخرج اللجنه سدوا. ولحد الساعة ما عاودش خرجت ديك اللجنة، واخا رجعت عندهم وعاود رجعت عندهم كيقول واخا حنا غنعينوا شي لجنة، لحد الساعة ما شفنا حتى شي حاجة. واخا هادشي واش الشكاية اللي درتي واش ما سببتش لك شي شوية ديال العداوة بين الناس هادو مع الناس هادو؟ طبيعة الحال، راه كيشوفوني كتشوف العدو ديالهم، لأن أنا متضرر ما حسنش بيا. واش تعرضتي لتهديدات منهم أو شي واحد يقول معك شي هضرة ماشي هي هذيك مثلا؟ المهم هما الحالة اللي سميتو أنهم كتشوفوا كتحس بهم، ولا أن راه ما راه عندك معاهم واحد العدو ما كيحملوكش. نعم. المسؤولين اللي كانوا تيسمعوك دابا شنو كنت تقول لهم؟ احنا كنوجه الطلب ديالي للسيد العامل وللسيد الوالي باش ياخذوا بعين الاعتبار، لان راه حنا مضرورين وياخذوا لنا حقنا من هاد الناس هادو. حنا كنطالبوا باغلاق هاد المحلات اللي وصلتنا واحد الدرجه من الضرر. بالاخر جو الزرقاء راه حنا ما بقيناش قادرين نعيشوا في هاد الحاله هادي.
وحنا كنشكروهم على انكم جيتوا باش توصلوا الصوت ديالنا. كنشكركم جزيل الشكر وحنا باقين معكم حتى يتاخذ الاجر ديال حتى ناخذوا حقنا ان شاء الله. بالنسبه للضرر راه بالنسبه للسدور راه معروف الضرر ديالو، ولكن كاين الريحه ديال السدور وتقطع والدق ديال السدور، يعني حتى الدار تزعزع بالضرب اللي كيضربوا والصباغه اللي كيصبغوا كل شيء. يعني هذه الصباغه هي اهم حاجه اللي الضرر الكبير ديال الصباغه اللي كتخنق البنت، كتخنق ليا الولد حتى هو تيتخنق، الراجل المريض يلاه دار عمليه دابا وما ارتاحش نهائيا في العمليه ديالو، ما براش دغيا بكثره الصداع اللي كاين وكثره سميتو الريحه ديال الصباغه والريحه ديال حنايا دائما السراجم مسدودين ما كنحلوهمش، واخا كنسدوهم ما كنشموا ديك الريحه اللي طالعه، وكنفطروا بالسدور ونتعشاو به، كيبقاو حتى لاخر اللي عنده الخدمه يبقى حتى العشاء هو خدام. قلنا حتى السيد بالنسبه كاين العائله اللي ما كيجوش عندكم على ود الصداع هذا؟ ما كاينش شي عائله اللي كتجي عندنا، كاع الضياف ما تيجيوش عندنا على حساب السدور، كيجيو عندنا تيجي تيخرج ديك الساعه تيقول لك لا ما نقدرش نجلس، ما نقدرش الناس، ما نقدرش نهائيا، ما كاين حتى ولو الناس راه تايفين بالله راه ما تيجي عندي حتى شي حد. منو بالاولى هضرنا معاهم وهضرنا مع الناس اللي كاريين لهم ورغبناهم وقلنا لهم الله يجازيكم بخير، حنايا ما عندنا حتى شي مشكل معاكم، المشكل اللي معاكم هي هذه الخدمه اللي تتخدموا راه حنتم راه حنا متضررين فيها بزاف، حنا متضررين فيها بزاف الله يجازيكم بخير. قال لك لا حنايا ما حنا انتم وافقتوا علينا وموافقين عليكم موافقين على الضرر ديال الحي كامل، والسيد اللي كان ساكن هنايا اللي هذا ديال 91 هذا 91 كان ساكن هنايا وداير السدور قلنا له الله يجازيك بخير حيد السدور، قال لك حنا انا غنتحول وغنحيد السدور، باع الدار وخلى السدور كاري عاد الدار مبيوعه والسدور بقى. واخا سمعنا انكم فكرتوا كاع باش تبيعوا حتى الدار ديالكم بقوه هذا المشكل، من طبيعه الحال فكرنا باش نبيعوا دايرينها في البيع ولكن ما تباعتش لينا بهذا الشيء، شكون اللي غيسكن حدا في هذا الحي؟ يعني بغيتوا تبيعوها وواحد اللي بغى يجي يشري ما باغاش، ما غيشريش من طبيعه الحال، اللي جا كيجي يشري كيرجع، تيجي الشارع راه البركه دايرين حنا. واخا رساله للمسؤولين؟ كنوجه رساله للمسؤولين الله يجازيكم بخير، تشوفوا من حال هذا الحي هذا اللي حنا عايشين فيه وهذا الضرر اللي حنا وصل لينا، ونوجه الرساله ديالي للعميل عمالة سالة الله يجازيكم بخير انكم تشوفوا من هذا الشيء هذا وتشوفوا فينا بعين الرحمه لهذه الحاله اللي حنا كنعيشوها، راه حنا كنعانيو بزاف، حنا راه تنعانيو راه حنا عايشين في دارنا كنفضلوا نخرجوا للزنقه وما نعيشوش فيها. بالاخص دار واحد الحي صناعي يعني. من طبيعه الحال راه هو حي سكني ولا حي صناعي. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.